شيف ريشارد الخوع، مبارك الافتتاح. شكرا، اهلا وسهلا فيكم، وانا سعيد جدا اليوم انه افتتحنا بالعراق الكيف كافيه. طبعا هالمكان الموجود هون مكان رح يكون مميز من حيث الخدمه والنظافه والاكل الطيب والسرعه في الخدمه، ونحن موجودين هون حتى نعطي الافضل ونكون دائما السباقون باللقمه وبالسيرفيس، دائما يكون توب. وانا سعيد جدا اليوم بانه في عندنا فوزين اليوم، فوز افتتاح مطعم الكيف كافيه وفوز المنتخب العراقي بالفوتبول، فاليوم عندنا احتفالين باحتفال واحد. داني، شنو ممكن تقدم اميز او افضل الاطباق في هذا المطعم؟ طبعا بالمطبخ اللبناني في عندنا المقبلات، التبول، الفتوش والحمص والمتبل والورق العنب اللي اشتهر فيها لبنان، وكمان بالاضافه عندنا المطبخ العراقي. يعني ما نكرنا المطبخ العراقي، بالعكس ضفنا على المطبخ العراقي المطبخ اللبناني والمطبخ الانترناشونال، فراح يكون عندنا مطابخ عديده وخاصه الايطالي والبيتزا والمعجنات، واكيد بنكهه مميزه وبلمسات سحريه غير شكل رح تعجب الزبائن الكرام، وندعيكم حتى تيجوا تجربوا هالمحل الرائع جدا بالارجيل الطيبه، بالخدمه المميزة، بالنظافة، ونحن موجودين هون حتى نخليكم سعداء ويكون على أفضل ما يرام.